خليني اقول لحضراتكم بقى ان احنا كمان في ظل هذه الازمات العالميه وفي ظل ما يحدث حوالينا، يعني احنا كمصر لو زي ما قلنا يمكن دايما بناكد ان المشهد صعب جدا على المستوى الدولي، وان مصر كل الحدود بتاعتها الحقيقه مشتعله بشكل كبير، وده بيأثر مش بس حاله الامن، يعني الامن والاستقرار الامني زي ما احنا بنقول، لا، لان ده كمان بيمتد سواء على الاوضاع السياسيه او على الاوضاع الاقتصاديه. وعلشان احنا عايزين نعدي الازمه، وعلشان نفضل واقفين على رجلينا، وعلشان نقدر ان احنا زي ما عدينا من ازمات كتير قبل كده بصمودنا وبصبرنا وبحكمه القيادات السياسيه اللي بتبقى موجوده، وقياده طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هناك رغبه شديده جدا من الاحزاب ومن السياسيين ومن النواب ان فعلا يتم دعوه الحوار الوطني مره اخرى، وده اللي سمنه الاحزاب السياسيه لما دعا الاستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ان يتم استئناف اعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانيه. الاحزاب والسياسيين اكدوا ان القياده السياسيه بتتخذ خطوات جاده وفعاله انها تحقق تنميه اقتصاديه، وده طبعا بيتيح ان احنا نحاول ندور على حلول جذريه ونهائيه للخروج من الازمه الاقتصاديه اللي موجوده دلوقتي، لانه بيفتح حوار ان احنا نسمع افكار. حزب المصريين الاحرار اعلن كمان استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانيه اللي هتناقش الازمه الاقتصاديه الراهنه، واكد ان مفيش شك ان في رغبه حقيقيه من القياده السياسيه ممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يحسن الاحوال المعيشيه للمواطنين، وده طبعا تم بلورته لما الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لمناقشه الاوضاع الراهنه للاقتصاد المصري، وان يتم التوصل لحلول لكل التحديات اللي هو فتح الباب ل زي ما بنقول الحوار في مشكلتنا، والفتح الباب للجميع، لان البعض قد يرى ان لا ده في مثلا قرارات بتقوم بتنفيذها الحكومه ممكن ما تبقاش تم ناقشتها او تم الحديث عنها، لكن في الحوار الوطني بيتم فتح نقاط وناس تقول ايه افكارها وايه حلولها للخروج من الازمه، ويبدا ان احنا ندرسها وازاي يتم تطبيقها على الواقع. فالحقيقه ان احنا نعود مره اخرى بالحوار الوطني على الساحه ده يعني ممكن ان هو يفتح المجال وافق ان احنا يبقى عندنا حلول، إن مش بس الحكومه اللي بتفكر، لا احنا بنساعد نفسنا ان احنا ازاي نخرج. دعوة الحوار الوطني للمرة الثانية بعد طبعا انتهاء بقى الانتخابات الرئاسية، وان احنا طبعا عندنا أزمة اقتصادية نتيجة للأوضاع العالمية اللي موجودة، فيما يخص الناحية الاقتصادية تحديدا يا أستاذ أحمد، هو الحوار الوطني أصلا نجح نجاح باهر، يعني صحيح، لأنه الحوار الوطني فلسفته هو لم الشمل السياسي. الدولة بشكل واضح كده في السنوات الماضية كانت منهمكة في أمرين غاية في الأهمية. الأمر الأول هو حرب التنمية، أنه مصر تستطيع أن يعني أن مصر تحاول الالتحاق بما يعني بالذي فات. يعني مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سريع الخطى في أنه يعيد بنى الدولة التحتية، البنية التحتية للدولة المصرية، صحيح، كان وعمل ده باقتدار شديد جدا. الامر الثاني كانوا يحاربوا الارهاب، لانه مصر تعرضت لموجه ارهابيه ضخمه، هي الاكبر بعد 2013 في تاريخها. مصر تعرضت لموجات ارهابيه كثيره لكن هذه الموجه هي الاكبر والاضخم والاقسى من كل الموجات الاخرى، واللي استمرت لانه هي كانت قاسيه. كنت انت بتحارب تنظيم قوي فاعل كان لسه خارج من السلطه، كان مدعوم دوليا ومدعوم من قوى اقليميه ضخمه، وكان الوضع الامني مهترئ وبيسمح بوجود اسلحه. ده احنا شفنا الفيلم اللي تم عرضه في الاحتفاليه بتاعه الشرطه في فكره اقتحام السجون، صحيح، وخروج المجرمين والبؤر الارهابيه، صحيح، واللي تم تكوينها في اماكن متفرقه. صحيح، احنا بنتكلم على المنزله، بنتكلم على القليوبيه، بنتكلم على سينا، بنتكلم على ارض السحر والجمال. صحيح صحيح، الدوله كانت منهمكه في هذين الامرين، صحيح، الحرب التنميه والحرب على الارهاب. بمجرد ما انتهت هذه الحروب، يعني يمكن الحرب التنمية لسه ما زالت قائمة ودائرة. الحرب أول ما انتهت الحرب على الإرهاب، هنا انتبهت الدولة، أو كانت مخططة الدولة، كانت مخططة إلى يلا السياسيين الحوار السياسي. صحيح. الحوار الوطني. وبالفعل جاءت كل الأحزاب السياسية، 60 حزب سياسي قعدوا على مدار سنتين، قيل فيه كل شيء، كل شيء، وحصل اتفاقات كثيرة جدا واختلافات. واختلافات وليست خلافات، يعني الامر واضح. نتيجة ده انه حصل وئام سياسي كبير جدا، رأب الصدع السياسي،
نتيجة ده برضو انه خرجت انتخابات رئاسية هي الاكبر والاهم في تاريخ مصر. صحيح، وكانت الاحزاب ممثلة وكله كان ممثل وكانت والكل وقفة كبيرة جدا، لان كانت انتخابات صعبة جدا على صحيح. الدولة المصرية كانت توقيت صعب. الحوار الوطني نجح نجاحا كبيرا وباهرا، وربما انا يعني انا كاحد المتابعين والمراقبين ما كنتش متوقع له هذا النجاح. فشكرا لمهندس هذا الحوار، وشكرا لمن فكر ودبر وخطط، لانه كان حوار وطني حقيقي الان. وكان معلوم بالمناسبه قبل الانتخابات الرئاسيه المبكره ان الحوار الوطني لن يقف بانتهاء الحوار بالانتخابات الرئاسيه، لانه كان خرجت حواليه شائعات كثيره جدا كلها نفتها الايام ونفتها الاحداث، يعني انه ليه اسباب معينه كل ده انتهى 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 انتهى. ومن قبل انتهاء من قبل الانتخابات الرئاسيه واعلنت المجلس امناء الحوار الوطني ان الحوار الوطني مستمر وباقي. صحيح. هذه الجولة مهمة جدا، لأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه الحوار الوطني مستمر، وأيضا أنه بات الحوار إلى حوار اقتصادي كما نجح الحوار الوطني السياسي، إن شاء الله ينجح الحوار الوطني الاقتصادي. لأنه الرئيس دعا إلى أنه الكل يجلس على طاولة، هذه مشكلة الجميع. مصر تعاني من أزمة اقتصادية بلا شك، لأن الحرب الدائرة والأزمات التي مرت بها العالم تؤثر مباشرة على الاقتصاد المصري بلا شك بلا شك. الآن يقف الجميع ويجلسون من أجل حوار اقتصادي، ونتمنى من الله أنه كما نجح الحوار الوطني السياسي ينجح الحوار الوطني الاقتصادي والخروج من هذه الأزمة. صحيح. الخروج من هذه الأزمة بات وشيكا، لأنه المعلومات تترى عن أنه الحكومة لديها حلول كبيرة جدا لحل الأزمة الاقتصادية الحالية. بالمناسبة في كل مرة بيحصل أزمة اقتصادية وبتنجح الحكومة في الحل، قد تكون حلول مؤقتة لكنها بتبقى حلول وتوقف التصاعد وتدهور الوضع الاقتصادي. صحيح. الوضع الاقتصادي في مشكلة نتيجة الحرب ونتيجة اضطراب الأوضاع في الشرق الأوسط ونتيجة الأزمات العالمية، ده أمر مفروغ منه. الحوار الاقتصادي قد يضع حلولا ويشرك الجميع كله في هذه الأزمة. صحيح. هي كمان ان يعني انا شخصيا يعني شايفه ان الناس اللي دايما بتقول ان احنا عندنا حلول، وانها حتى بتنتقد، حتى اللي بينتقد السياسات النقديه والماليه للدوله المصريه او بينتقد حتى الحكومه على ادائها الاقتصادي، هي دي فرصه ان انتوا تعرضوا الاراء والافكار اللي ممكن انها تبقى حل. واعتقد ان الحكومه دلوقتي يعني عندها استعداد انها تسمع وتنفذ اللي ممكن انها تشوفه متسق مع الواقع، وممكن يبقى عندهم حل للازمه او حلول تخفف من الاثار السلبيه للازمه الاقتصاديه. انا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد الخطيب، شرفتنا ونورتنا. صباح النور. صباح الفل على حضرتك.